الى ذلك اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان يوم الشرطه البحرينيه مناسبه وطنيه لتسجيل عميق التقدير لجهود الرجال البواسل والشراكه المجتمعيه الفاعله وما تمتاز به الشرطه البحرينيه من تاريخ مشرف وسجل حافل بالانجازات والجاهزيه العاليه والمنهجيه الحضاريه في ظل المسيره التنمويه الشامله. معربا معاليه عن بالغ التهاني والتبريكات لحضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبه يوم الشرطه البحرينيه. وهنأ معالي معالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة مشيدًا بجهودهم الوطنية وحرصهم على أداء الواجب والمسؤولية من أجل حفظ أمن واستقرار مملكة البحرين. كما أشاد معالي بجهود وتضحيات كافة منتسبي وزارة الداخلية في حماية أمن الوطن وتحقيق رفعته ونمائه وازدهاره مستذكرًا في هذه المناسبة تضحيات شهداء الواجب من رجال الأمن والشرطة.